مساء الخير أحبائي في مصر والعالم كله. نبتدي بقى، أنا كلمتكم عن الأستاذ موريس صادق، الراجل المحترم اتنقل للأرثوذكسية. وطبعا محدش يفهم إن أنا لما آجي أتكلم عن الأرثوذكسية إن أنا ناوي أزم في باقي الطوائف. عمر دي ما كانت سكتي وعمر دي ما كانت طريقتي، لأن أنا أعلم إن الإله إله واحد، إله المسيحيين كلهم، سواء أرثوذكس سواء كاثوليك سواء بروتستانت، إله واحد، لأن معانا إنجيل واحد، وإن اختلفت الطوائف. لكن أنا عشان في أغبياء وفي أقزام مش فاهمين يعني إيه نسطور ويعني إيه يهوذا ويعني إيه يعني إيه إنك أنت مهرطق ويعني إيه الإيمان السليم. الإيمان الأرثوذكس السليم اللي أنا بنتمي له، إيمان كنيسة العظيمة اللي أنا منها واللي أنا بفتخر إن أنا منها، واللي أنا من كنيسة أرثوذكسية قدمت شهداء، ومن الشهداء اللي تقدموا قريب ليا ومن دمي ابن خالي الشهيد مينا عبود شاروبيم شهيد العريش، اتقدم وطنيا ودينيا لأن هو أرثوذكسي صميم، قدم روحه فداء لكنيسته وفداء لوطنه، وأنا بعتز بده. بعتز برضو ان انا عندي من اهلي راهبات كتير واسس كتير واساقفه كتير. لما اجي اتكلم عن الارثوذكسيه اقول ان الارثوذكسيه هي الكنيسه الام. الكنيسه الام. الكنيسه اللي هي الاولى. الكنيسه المستقيمه ذات الراي الواحد اللي تسلمنا تعليمها من الاباء. ولما نيجي نتكلم يعني ايه التسليم، قال لك تسليم ليس بحسب انسان وليس من اختراع البشر او استحسان المفكرين او اللاهوتين. لما نشوف كلمة تسليم ليس بحسب انسان، ده في غلاطية 1:11، وزي ما تقال برضو في كورنثوس، فانني سلمت اليكم في الاول ما قبلته انا ايضا، كورنثوس 15:3، لانني تسلمت من الرب ما سلمتكم ايضا. يعني اللي تسلمناه من ربنا، اللي سلمه للرسل، الرسل سلموه لنا، فاحنا ماشيين على الكنيسه الاولى اللي هي الكنيسه الام. الانجيل امرنا نحفظ التقليدات بتاعته وما نخرجش عنها ابدا. فزي ما اتقال برضه في كورنثوس، فامدحكم ايها الاخوه على انكم تذكرونني في كل شيء وتحفظون التعاليم كما سلمتها اليكم. التعاليم زي ما جاتنا من الرسل سلم، نمشيها ونسلمها لتلاميذنا ونسلمها في عظاتنا. برضو في تسالونيكي، فاثبتوا اذن ايها الاخوه وتمسكوا بالتعاليم التي تعلمتموها سواء كان بالكلام او برسالتنا، في تسالونيكي 2:15. يبقى تعاليم ورسالات اتسلمناها وبنسلمها. الاسفار كلها بتشهد اننا احنا لازم نفهم التسليم الرسولي. نوصيكم أيها الإخوة باسم ربنا يسوع المسيح، دي توصية الرسل. نوصيكم أيها الإخوة باسم ربنا يسوع المسيح أن تتجنبوا كل أخ يسلك بلا ترتيب وليس حسب التعليم الذي أخذه منا. ده في تسالونيكي 3:6. يبقى احنا ناخد بالنا من إيه بيقول؟ أن تتجنبوا كل أخ يسلك بلا ترتيب وليس حسب التعليم الذي أخذه منا. بمعنى إيه؟ ما نطلعش بقى دلوقتي حد يقول تعليم جامدة، تعاليم ما فيهاش مرونه. ما فيش حاجه اسمها تعاليم جامده، تعاليم ما فيهاش مرونه. انا ما بتكلمش عن قانون الاحوال الشخصيه، لا، قانون الاحوال الشخصيه انا عايز مش تسهيلات لا مبالاه، لكن استحاله العشره لازم يكون في حل. اتنين مش طايقين بعض فتره طويله لازم يكون في حل، ولازم يكون في طلاق وتصريح بالزواج للاخر ده او ده عشان ما يزنوش. لانك انت لو ما تدلهمش تصريح هيزنوا. يبقى احنا بدل ما دعوتنا تبقى ان تبقى في اسره، لا، ده احنا دعوتنا بقى للزنا. فاحنا عايزين نقول ان لازم يبقى في قانون للاسره. ما بقولش يبقى مرن يعني كل لا، يبقى في قوانين، في استحاله عشره خلاص بالسلامه. يعني بمعروف اتجوزوا بمعروف ينفصلوا بمعروف خلاص. لكن الاساس الكنيسه بقى، اسس الكنيسه واسرار الكنيسه وايماننا الكنسي وقانون ايماننا الكنسي، لا، ده لا تغيير فيه. معموديتنا لا تغيير فيها.
لا انسياق وراء احد. احنا كنيستنا ضد الشذوذ، ضد وصايا بالعام، لا نصلي مع احد شاذ او يعترف بالشذوذ. احنا لينا كنيسه وقفت صامده طول العمر، لازم هتكمل صامده على طول. لما نيجي في القصه دي عايز اكلمكم عن البابا اثناسيوس الرسولي، اثناسيوس الاول الرسولي. ده قصه عظيمه جدا 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 ولازم نفهمها. بس عشان نفهم دور الانبا اثناسيوس الرسولي لازم نعرف الانبا اثناسيوس الرسولي ظهر في ظروف ايه وعمل ايه. قبل اثناسيوس الرسولي كان في البابا بطرس الخامس عشر، ده كان عنده نوع من انواع العلم، فظهرت له رؤية في حلم كده، المسيح ظهر له وهدومه ممزقة. ففي الفترة دي كان أريوس شماس من ضمن الشمامسة، لكن كانت ليه بدعة، كان دايما يقول مشابه للآب على المسيح، مشابه للآب، وكان دي بدعة. فالمسيح ظهر للبابا بطرس الخامس عشر وهدومه ممزقة وفيها دماء، قال له مين اللي عمل فيك كده يا ربي؟ قال له أريوس. فصحي البابا وعرف ان أريوس ده حتى لو ادعى انه مؤمن هو غير مؤمن في داخله، فابتدى ياخد منه حذره ويحذره. البابا بطرس جه بعديه بابا تاني اسمه أرشلاوس. للأسف أرشلاوس ده يعني ضحك عليه أريوس وابتدى ينشر البدع بتاعته، وابتدى يبقى قص، يعني اترسم بقى قص. طبعا ده كله ضد إرادة الله، فعشان كده ربنا أثر فترة أرشلاوس. البابا أرشلاوس جه بعد منه البابا ألكسندروس اللي هو السكندري اللي اتولد في اسكندرية. والبابا ألكسندروس كان محتضن الأنبا أثناسيوس كتلميذ ليه وكمعلق وبيديله التعليمات بتاعه. وقف ضده، وأول من كان يقول أني مساوي للآب في الجوهر كان البابا ألكسندروس، البابا ألكسندروس. وأول من رددها وقواها وغرسها في تلميذه الأنبا أثناسيوس اللي هو بعد كده بقى البابا أثناسيوس. يمر فترة بعد كده، يجي بعد وفاة البابا ألكسندروس، وكان موصي البابا ألكسندروس أن اللي يمسك بعديه الأنبا أثناسيوس الرسولي. وحنقول ليه بقى اسمه أثناسيوس الرسولي. الأنبا أثناسيوس الرسولي مسك، ومسك فترة بابوية لمدة 45 سنة. الأنبا أثناسيوس الرسولي اتولد سنة 296 من أبوين يعني يدينوا بالديانة الفرعونية، ما كانوش مسيحيين، ولكن حب التعاليم المسيحية وجذبوا للتعاليم المسيحية مجموعة كانوا بيمثلوا كهنة وشمامسة، فحب الدين ده وابتدى يدرس الدين ده، وبعدين اعتنق المسيحية، وبعدين بقى تلميذ البابا ألكسندروس. لما مسك بابا قوي الأنبا أثناسيوس، ابتدت البدعة بتاعت أريوس تظهر، فحصلت بقى الشعب هيضل، فتعمل مجمع نيقية. وفي مجمع نيقية اترد على أريوس من الأنبا أثناسيوس. خلوا بالكم الأنبا أثناسيوس لما دخل مجمع نيقية ما كانش لسه بقى البابا. أنا بقول إن القانون ساعة من أيام ألكسندروس أول ما حصلت بدعة أريوس، بعت الأنبا أثناسيوس للمجمع اللي هو دافع عن الكنيسة، عشان كده بنسميه حامل إيمان. بعد كده مسك بابا، لكن في الفترة اللي هي طلع ودافع، لما جه ينطق ويقول مشابه للآب، رد عليه بأسانيد وبمستندات الأنبا أثناسيوس، قال له مساوي للآب. وطلع قانون الإيمان اللي احنا بنقف ونصليه دايما، بنقول نؤمن بإله واحد، الله الآب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، ما يرى وما لا يرى،
نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساوي للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء، تأنس وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم وقبر قام بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه الذي سيأتي في مجده ليدين أحياء والأموات، الذي ليس للملكين قضاء. نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المساوي الآب والابن، نسجد له ونمجده مع الآب والابن، ناطق في الأنبياء وبكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، وننتظر قيامة الأموات وحياة الدهر الآتي. آمين. ده الإيمان بتاعنا اللي احنا بنقوله. عشان كده لما حد يقول لينا احنا انتوا بتقولوا نؤمن بالله واحد ازاي ده، دي جديده. لا يا حبيبي، لا يا بابا، ده قانون الايمان اللي سنه في مجمع نيقيه الانبا اثناسيوس الرسول، اللي اتولد في 295 ميلاديه قبل ظهور الاديان الثانيه اللي جت بعد كده، قبل ظهور الديانات اللي جايه بعد كده. فاحنا نؤمن بإله واحد قبل ظهور اي دين بعد كده من زمان، وقانون ايماننا ده اللي موجود في الانجيل بتاعنا اللي بنؤمن بيه. فاحنا بنؤمن بإله واحد ضابط الكل، خالق السماء والارض، الله واحد، الله هو الكلمه، الله واحد، والروح القدس، كل واحد موجود منذ الازل ومنذ بدايه ومن قبل خلق الكون. ده ايماننا اللي احنا بنؤمن بيه. طيب تفتكروا لما جه بقى مسك البابا الانبا اثناسيوس بعد وفاه البابا الكسندروس، مسك بابا حسب وصية البابا ألكسندروس، قامت الدنيا عليه. وطبعا عارفين زي ما كده بتقوم الدنيا على أي إنسان يقول كلمة الحق، أي إنسان يقول كلمة الحق ويدافع عن كنيسته ويدافع عن أولاد بلده بتطلع له حاجات من تحت الأرض. طلعوا له الأريسيين بقى وراحوا للملك قسطنطين وقدموا ضده شكاوى، اتهموا الأنبا أثناسيوس بأكتر من تهمة، وتهمة خطيرة. اول تهمه اتهموه انه بيساعد البابا فيلومينس السائر على الحكومه، يعني في بابا تاني في حته تانيه سائر على الحكومه، اتهموا البابا اثناسيوس ان هو بيساعده. اتهموه انه كسر الكاس بتاعه القس اسكيرا وهدم المسبح بتاعه، يعني في قسيس اسمه اسكيرا، اتهموه ان هو ضرب اسكيرا وهدم المسبح بتاعه وكسر الكاس بتاعه. اتهموه انه قتل القس ارسانيوس، القس أرسانيوس، واستخدم دراعاته في السحر. يعني اتهموا الأنبا أثناسيوس انه قتل الاسقف أرسانيوس واخذ دراعيه واشتغل بيهم في السحر. اتهموه ايه كمان تاني؟ اتهموه انه هو زنى واغتصب واحده. التهمه الاولى انه ساعد البابا فيلومينس، هو برأ نفسه منها بكل بساطه، والملك قسطنطين اقتنع بالكلام. التهمه الثانيه انه كسر كاس القس اسكيرا وهدم مسبحه. هم كانوا عايزين القس اسكيرا يطلع عند الملك قسطنطين ويشهد ويقول ده حصل من الانبا اثناسيوس. ربنا كده اشتغل في ضمير القس اسكيرا وخلاه قدام الملك وقف اعترف بكل حاجه، قال له لا ما حصلش، لا الانبا اثناسيوس هدم الهيكل بتاعي المسبح بتاعي ولا هدم الكاس بتاعي، وكل الكلام ده مختلق عليه يا سيادة الملك. طيب ايه بقى التالتة بقى؟ ان هو قتل الاسقف ارسانيوس. الاسقف ارسانيوس ما كانش اتقتل من اساسه، عمل ايه بقى؟ الانبا اثناسيوس راح جاب الاسقف ارسانيوس اللي قالوا عليه قتله وقطع دراعه، وراح اظهره قدام الملك، فقال لا 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 ده ساحر، ده هو سحر ودراعاته هنا. لكن طلع أرسانيوس عايش وبدراعاته وكل حاجة ومفيش دراعات مقطوعة، وظهر للناس إن القصة دي مختلقة من الأريسين عشان يلبسوها للأنبا أثناسيوس، وظهرت براءة الأنبا أثناسيوس. طبعا راح واخده في التهمة الأخيرة إن هو اغتصب واحدة ست وزنى بيها، أخدوا الأنبا أثناسيوس وسجنوه. لكن يحصل الآتي، أثناء محاكمة الست الزانية دي، الست الزانية دي عمرها ما شافت الأنبا أثناسيوس ولا تعرف شكله، ولا تعرف شكل الانبا اثناسيوس، ده الانبا اثناسيوس هي ما تعرفش شكله. راح طلع احد الكهنه في المحكمه قدام القاضي
قال لها برضو يا ست انا اغتصبتك، بتقولي عليا انا اغتصبتك؟ قالت له ايوه انت اغتصبتني، ايوه انت اغتصبتني. فبص للملك وبص للمحكمه قال لهم لما هي مش عارفه الفرق بيني ما بين الانبا اثناسيوس يبقى ازاي الانبا اثناسيوس اغتصبها؟ كده ظهرت براءه الانبا اثناسيوس اللي ما بيسيبش اولاده، واللي احنا بنؤمن انه بيتعجب في قديسيه وانه بيثبت براءتهم ولو بعد حين. طبعا حصل حاجات كتيره جدا جدا جدا، والانبا اثناسيوس اساسا من كتر الصراعات اللي معاه دي اتنفى اكتر من 5 مرات، لكن ربنا اتمجد معاه تمجيدات عظيمه، وعشان كده بنسميه حامي الايمان، وبنسميه الانبا اثناسيوس الرسولي لانه كان في قوه الرسل، ولانه ثبت الايمان وثبت العقيده. ولما بنقول ان من ضمن الكنائس اللي هي بشر فيها الانبا اثناسيوس، راح روما وراح اوروبا وبشرهم بالمسيحيه، ولكن مع تبشيره ليهم بالمسيحيه لم يفرض عليهم شيء، لم يفرض عليهم كنيسته في مصر، بشر في اوروبا كلها وبشر في روما، وفي كتير استجابوا للمسيحيه من خلاله، لكن ما قال لهمش لا الكرسي بتاع كذا والكرسي بتاع كذا، لا كل واحد في سكته. عشان كده احنا دايما بنقول احنا نعتبر الكنيسه الام، الكنيسه الاصليه، الكنيسه مستقيمه الراي. ده ايماننا اللي احنا مش هنحيد عنه، بس دايما بنقول ان احنا مفيش حاجه اسمها نشوف حاجه غلط ما نقولش عليها. زي كده البابا شنودة لما قال لنا في فيديو والعزه بتاعته موجوده، لا لو لقيتوا حاجه خارجه عن الايمان انتقدوها، ولو لقيتوا حاجه هرطقه انتقدوا هذه الهرطقه، وكل مهرطق محروم. احنا بنقول الكلام ده لكن مش معنى كده ان احنا بنشكل من نفسنا جلادين او بنشكل نفسنا مجمع مقدس، لا، بس احنا وقت ما هنلاقي اي حد حتى لو في لحظه حاد عن الايمان لو رجع هنضرب له تعظيم سلام ونقول هذا كان ضلا فوجد وكان ميتا فعاش. اي انسان حتى الانسان اللي ضميره اخده بره تعليم المسيح واخده بره تعليم الحق وابتدى ينكر المسيح في زنا افكاره، وينكر المسيح بالفشر والتزوير، وينكر المسيح بادعائه على الاخرين كذب، نقول له لا ربنا يدور عليك ويستردك زي ما استرد الابن الضال، وزي ما رجع الخروف للـ99، لانه ليس أبرار يحتاجون إلى توبة بل الضالين والخطاة هم الذين يحتاجون إلى توبة. هنا بنعمق وبنقول إحنا متمسكين بكنيستنا، متمسكين بتعاليم كنيستنا، الأمور الجدالية ما مش عايزين نخوض فيها، الإيمان الثابت الواضح ده باين للعين، عدم دخولنا في مهاترات، عدم تقبلنا هرطقات، عدم تقبلنا عن تعاليم تخرج عن الإنجيل. نحن لا نؤمن بجواز الشواذ ولا نؤمن بالكلام الفاضي ده، الكلام الفاضي ده لو الدول والقوانين اعترفت بيه يبقى خارج الكنيسة، يبقى في حتة تانية، لكن بيت الله بيت الطهارة بيت القداسة حاشا حاشا أن يتبع هذا، حاشا أن يتواجد الأبرار مع الشرير، لا شركة للنور مع الظلمة. ده الجزء اللي هو اتكلمت فيه عن الأرثوذكسية. حاجات الباقية اللي هي التقيلة اللي هي هنتكلم فيها عن الإرهاب، وهنتكلم فيها عن ابن تيمية، هنتكلم فيها عن اللي حصل مع الأطباء، وهنتكلم فيها عن حاجات كتيرة، سمك لبن تمر هندي بتحصل، هنتكلم واحنا قاعدين على حيلنا كده وبالراحة. نكمل مع بعض بعد الفاصل.